بعد توقف طويل يعود مطارا طبرق ولبرق إلى الخدمة عقب تذبذب في حركة الطيران في المطارين مدة طويلة تعددت خلالها أسباب التوقف بين الأمني والفني. المطاران رغم اقتصارهما على الحركة محليا إلا أنهما يمثلان متنفسا لنحو 1,000,000 مواطن في أقصى الشرق الليبي. وبعودة مطاري طبرق ولبرق يصبح شرق البلاد بثلاثة مطارات بالإضافة إلى مطار بنينة الذي يعد الوجهة الوحيدة لسكان الشرق للسفر خارج البلاد. وقد ظل لسنوات المطار المدني الوحيد لخدمة ما يعادل 2,000,000 مواطن يتوزعون بين حدود مصر شرقا وحتى منطقة الهلال النفطي غربا، والتي تستخدم مطاراتها النفطية في بعض الأحيان لصالح رحلات مدنية. جنوب البلاد الشرقي يخلو من أي حركة طيران على الإطلاق رغم وجود مطار الكفرة بشقيه العسكري والمدني، ما يضطر الأهالي تلك المنطقة للسفر مسافة تتجاوز 1,000 كيلومتر نحو بني غازي للسفر منها إلى المحطات الداخلية والخارجية. الجنوب الغربي هو الأفضل حالاً حيث يعمل به مطارا سبها وغات ويخدمان ما يقرب من نحو 1,000,000 شخص في كامل جنوب البلاد ويقتصران على الرحلات الداخلية فقط. في غرب ليبيا يبرز مطار معيتيغا مطارا رئيسيا في العاصمة طرابلس يسير الرحلات من داخل البلاد وخارجها، وقد استهدف بشكل مكثف إبان العدوان على مدينة طرابلس. ولعب معيتيغا هذا الدور بعد أن تعطل مطار طرابلس العالمي جراء أحداث فجر ليبيا التي كان ميدانا لها. بالإضافة إلى معيتيغا يعد مطار مصراتة الدولي هو الآخر حيث تسير الرحلات منه إلى داخل وخارج البلاد بشكل مستمر. ورغم حالة الاستقرار النسبي في البلاد إلا أن أغلب الوجهات الخارجية بقيت محدودة ومرتبطة بدول مثل تركيا وتونس ومصر والأردن. ورغم موقع ليبيا الحيوي كبوابة إفريقيا مهمة، كما ظلت خدمات الطيران مثار شكاوى واستياء جراء عدم التزام شركات الطيران بالمواعيد وتقديم الخدمات بالشكل اللائق في أحيان كثيرة.